النهارده جاي لك بمشروع ممتاز جدا وارباحه ممتازه جدا على قد الايد، وكمان تقدر تنفذه في لو عندك محل تجاري اوكي، ما عندكش تقدر تنفذه في البيت. المشروع بتاعنا النهارده متداول جدا مع الناس وتسويقه شعبي جدا، وتقدر كمان تستفيد منه زي ما قلت لك في 30 مشروع كمان. قبل ما نتابع الفيديو مع بعض، حابب اشكركم جدا على دعمكم الفتره اللي فاتت، نديكم على كومنتاتكم الجميله السلبيه قبل الايجابيه، علشان السلبيه انا كمان بتخليني اطور من نفسي. حابب اشكركم، تابع معايا الفيديو هشرح لك كل حاجه فيه بالتفصيل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو انت اول مره تخش القناه بتاعي، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان كل مشروع انزله جديد او اي فكره جديده انزلها تشوفها على طول. النهارده زي ما اتكلمت معاكم في الفيديو، المشروع بتاعنا النهارده هيبقى مشروع شعبي. يعني ايه شعبي؟ شعبي ما تفهمهاش كلمه اللي هي حاجه وحشه او حاجه سيئه، لا، شعبي يعني هيبقى متداول في ايد اي حد، واي حد هيقدر يسوقه بسهوله جدا. المشروع بتاعنا النهارده هيبقى متداول بين الشباب والناس كلها. هنتكلم النهارده على كل تفصيل في المشروع، والخامات اللي هنجيبها، وسعر الماكينه، وكل حاجه في المشروع هنتكلم بيها. طبعا المكان اللي هنعمل فيه المشروع هيكون في البيت، لو مفيش امكانيه تفتح فيها محل تجاري، وان شاء الله ربنا يكرم الجميع ويبقى كل واحد عنده محل كبير جدا. الماكينه حجمها صغير جدا زي ما في الفيديو، وكمان ممكن اي حد يشتغل بيها. طبعا هي الماكينه بتاعتنا هي اسمها 3D Printer Sublimation. الماكينه جميله جدا وحجمها صغير، وزنها حوالي 15 كيلو. تقدر تشتغل عليها بسهوله جدا في البيت، وتقدر تعمل بيها اكتر من شغلانه. الماكينه بتشتغل على كهرباء عاديه 220 فولت، وكمان بيجي معاها القوالب بتاعتها، وبيجي معاها رزمه ورق حراري للطباعه. طبعا الورق دوت لو هنشتريه متوفر جدا، وكل الخامات بتاعتها متوفره جدا بسهوله جدا. طيب زي ما انتم شايفين دلوقتي المكنه طبعا قدامكم، ممكن اي حد يشتغل عليها لانها سهله زي ما قلت لكم وحجمها بسيط. نيجي بقى للخامات اللي هنستخدمها في المشروع بتاعنا. الخامات طبعا هتبقى الورق الحراري زي ما قلت لكم، الاحبار هنطبع بيها، الخامات الحراريه زي الكفرات والاطباق وغيره. نيجي بقى للحاجه الاخيره طبعا، اللي هي الاكياس البلاستيك اللي هيتغلف فيها المنتج. طبعا انت ممكن تعمل لنفسك لوجو هيبقى جوه الكفرات وتحت الاطباق لاسمك انت، عشان انت يبقى انت صاحب الفكره او انت صاحب المنتج، محدش ينسبه لنفسه. نيجي طبعا لاهم نقطه الناس كلها تسال بيها، انت قلت لي كل حاجه، هعرف اسوق المنتج ازاي؟ اهم حاجه طبعا انت تبقى اساسيه في حياتك، هي رقم واحد ان انت طبعا هتعمل صفحه على الفيسبوك وتقدر تروج فيها المنتج بتاعك بسهوله جدا، لان الشغل دوت مطلوب جدا في كل مكان. تاني حاجه هتلف على محلات الاكسسوارات وهتعرفهم الشغل بتاعك، وهتديهم محل، وهتديهم سعر تجاري. طبعا انت ربحان في كل شغلانه بتعملها، الربح بتاعك بيوصل ل 80% مكسب. كمان هتقدر تلف على الاستوديوهات وتقول لهم انا بقدر اطبع على المخدات وعلى المجات وعلى اي حاجه انت عايزها حراريه. المكنه دي انت ممكن مش تطلع بيها 30 مشروع زي ما قلت لك، لا، المكنه دي انت ممكن تطلع بيها 30 40 مشروع، 50 كمان مشروع، لانك انت بسهوله جدا تقدر تفنن وبافكار جديده وافكار عصريه، وتقدر تطلع حاجات جديده. اهم حاجه طبعا ان سعر المكنه دوت اللي الناس كلها بتسال فيه، سعر المكنه بيعمل حوالي 550 ل 600 دولار، يعني بالمصري حوالي من 10000 ل 10000 ونص. وزي ما انتم شايفين يعني تكلفه المكنه او سعرها هيبقى كويس جدا، متداول في ايد اي حد يقدر يفتح بيه مشروع لو لسه بادئ في المشروعات. وزي ما قلت لكم في التسويق، لو انت عندك متجر الكتروني هيكون الشغل اكتر ان شاء الله، وهيكون السحب اكتر ان شاء الله. نصيحه مني اخر الفيديو، لو انت هتبدا في المشروع ده، خليك مختلف في التصميمات بتاعتك، وخلي افكارك جديده علشان طبعا تكون مميز. يعني خليك دماغك بره الصندوق، ما تبقاش ماشي برينج معين. القناه بتاعتي ادعمني بالاشتراك في القناه وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو اكتب لي كومنت. لو انت عايز تعرف المكنه تجيبها منين، هسيب لك الكلام ده كله في صندوق الوصف، واسيب لك ارقام تليفونات الناس والموردين، ولو في اي حاجه انت حابب تستفسر بيها اكتب لي في كومنت وانا هرد عليك.